بهدف دعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، نظم معهد البحرين التنمية السياسية البرنامج التدريبي الوطني لانتخابات 2018 للمترشحين وفرق الحملات الانتخابية في ضوء الاستعدادات للدورة الانتخابية التي من المزمع أن تشهدها مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة. لا يخفى على أحد إن الانتخابات واحدة من أهم محطات ممارسة العمل السياسي في مملكة البحرين، وأنه طبقا للمادة الثانية من مرسوم إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، فإن المعهد معني بدعم العملية الانتخابية التشريعية والبلدية وتدريب المواطنين الذين لديهم الاستعداد للانخراط في العمل السياسي. من هنا فقد عمل المعهد على إعداد خطة برامج خاصة لدعم العملية الانتخابية، لتكون في مقدمتها ورشة بعنوان علاقة مجلس النواب مع المجالس البلدية. أنا أعتقد أن الدورات التدريبية مثل هذه هي مهمة جدا، ولا بد أن تحصل في كل الدول الديمقراطية التي بها برلمانات، لأن هي تؤهل العضو البرلماني والعضو البلدي للقيام بمهامه، حيث تهيئه في مواضيع عديدة يفهم فيها التشريعات القانونية، يفهم فيها العلاقات السياسية وكذلك النواحي الإعلامية. هذا البرنامج التدريبي للمترشحين يهدف إلى صقل مهارات المترشح للانتخابات وفرق الحملات الانتخابية على ثلاثة محاور متصلة، وهي المحور القانوني، المحور السياسي، المحور الإعلامي. احنا اليوم كمترشحين او كمدراء حملات نحتاج حق هذه النوعية من التثقيف، نحتاج حق هذه النوعية من البرامج اللي تخلينا احنا على اولى عتبات اللي هو نفس ما نقول البرنامج الانتخابي، او ان نكون احنا مؤهلين لخوض هذه التجربة. الورشة اللي نظمتها التنمية السياسية من اهم الورش اليوم، خاصة مع وجود الأجواء الانتخابية مع برامج التنمية السياسية، جدا مهم علشان أنهم يأسسون قواعد مهمة، خاصة دخول النواب الحاليين أو الشباب المنطلق اليوم، مهم على أساس أنهم يجهزون فعلا قاعدة مهمة في التعليم وبث الكوادر الحقيقية. فيما بعد ناقش البرنامج الوطني للانتخابات 2018 لمترشحين وفرق الحملات الانتخابية في ورشته الإطارين السياسي والقانوني للانتخابات في مملكة البحرين، كما ناقش علاقة مجلس النواب مع المجالس البلدية، بالإضافة إلى الطعون الانتخابية والمخالفات والجرائم الانتخابية، مهارات الصياغة التشريعية وأدوات الرقابة البرلمانية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.